المستهزئين مجرمين، يعني المستهزئ بالرجل من أجل دينه مجرم، الذي يستهزئ بامرأة من أجل دينها مجرم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لاحظ سياق الآيات، ابتدأ بالضحك وانتهى بالضحك، ركز مع الآيات. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. كيف يتغامزون؟ يعني مررت بأناس من المجرمين أو مروا وأنت جالس، كل واحد يغمز للثاني، هو قال إيه وذاك المطوع ذاك اللي كذا وكذا، إيه نعم، كل واحد يغمز بعينه للثاني وأنت تنظر علشان يغيظوك. وإذا مروا بهم يتغامزون، تصوير للواقعة بذاتها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يرجعون يتذكرون إيش الذي رأوه في الشارع، واحد يضحك حتى ينقلب إلى قفاه، قال والله مرت اليوم واحد بلحية وطولها كذا وثوبه قصير ومرأة محجبة كانت بطيح ويتمشي، وكذب واستهزاء وتندر، ويعني وفلان يأذن مدري كيف يقول وفلان كذا وكذا، يبقون يتفكهون في أعراض الصالحين وفي الكلام فيهم. نعم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني المستهزئون يقولون هؤلاء مغفلون، ما عندهم أي فهم، ضلوا الطريق سواء في فهمهم الديني أو الدنيوي. الله عز وجل يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، يقول إيش دخلك منهم، ما أنت مكلف ترقب حركاتهم، ولا أنت مكلف يعني تنظر إيش هم عليه ولا إيش كانوا ولا إيه، ما أنت مكلف. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلتم من أجل أن تحافظوا على حركاتهم وترقبونها، ما أنت مكلف. نعم، ثم قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن الأول مجرمون يضحكون، لكن في الدنيا، وفي الأخير المؤمنون يضحكون لكن في الآخرة، والعبرة بالذي سيضحك في الأخير. أما الدنيا من ضحك ضحك، العبرة من الذي سيضحك في الآخرة ومن الذي سيبكي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، أخذوا جزاءهم وأخذوا عقابهم وأصبحوا يصيحون ويولولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن ماذا ينفعهم؟ هذا جزاؤهم على استهزائهم وسخريتهم.